لحد دلوقتي. كمان الجمهورية قالت إن قفل الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة لاسارتي صفحة الدوري المصري وبدأ في دراسة المنافس في دوري أبطال أفريقيا فريق سيمبا التنزاني واللي هيقابله يوم السبت اللي جاي في الجولة الثالثة من دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. بدأ لاسارتي في دراسة المنافس التنزاني من خلال شرائط الفيديو وفي تفاؤل كبير جدا في الجهاز الفني بعد مشاركة صلاح محسن امبارح قصاد وادي دجلة وكمان بداية مشاركة أزارو في تدريبات الكورة وإن هما ممكن يكونوا جاهزين بصورة كبيرة لمواجهة سيمبا إن شاء الله عشان يكونوا قوة هجومية كبيرة للنادي الأهلي. كمان إدارة النادي الأهلي بتحاول إن هي تزود عدد الجمهور واللي هيحضر مباراة النادي الأهلي القادمة واللي كان مقرر إن هو يكون 12,000 متفرج. النادي الأهلي عايز يكون في حضور أكبر عشان يقدروا الجماهير يساندوا الفريق في مشواره في دوري أبطال أفريقيا.